في كتاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه لمالك الأشتر حين ولاه على مصر قوله: وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. هذه الفقرة وإن كانت موجهة إلى مالك باعتباره حاكماً ووالياً على أهل مصر، إلا أنها رسالة توجه إلى كل مسلم بتحمل مسؤوليته المتمثلة في عنوان نصرة الله عز وجل. صحيح أننا عندما نرجع إلى القرآن الكريم ونبحث عن موارد نصرة الله المذكورة بهذا التعبير، نجد بأنها تتعلق بالقتال في ساحات المعارك. على سبيل المثال، في سورة الحج بسم الله الرحمن الرحيم: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هنا المقطع الأخير واضح أن في أجواء قتال وتدافع في ساحات المعركة، ولينصرن الله من ينصره. ولكن أقول أن هذا العنوان، عنوان نصرة الله عز وجل، لا يقتصر فقط على هذا التحقق الخارجي في ساحات المعارك، بل هو يتحقق في كل موقع من مواقع الحياة. ولذا أمير المؤمنين عليه السلام عبر بأن هذا يكون تارة بالقلب، وتارة يكون باللسان، وتارة يكون باليد. وبالتالي في كل موقع فيه إحقاق للحق أمام الباطل، في كل موقع فيه تثبيت للعدل أمام الظلم، في كل موقع فيه بسط لكلمة الله عز وجل أمام كلمة الشيطان وكلمة الباطل، في كل موقع نجد فيه انتصاراً للحق، انتصاراً للعدالة، انتصاراً للصلاح أمام الفساد. في كل هذه المواقع، سواء على المستوى الفكري أو المستوى السياسي أو المستوى التربوي أو المستوى الإعلامي، أياً كان، كل هذه المواقع تمثل مواقع نصرة الله عز وجل، على شرط أن تكون هذه النصرة نابعة من القلب، أن تكون هذه النصرة خالصة لوجه الله عز وجل، لا أن تكون متوقفة على تحقق مصلحة سياسية أو حزبية أو فئوية آنية. للأسف هذا ما نشهده أحياناً. قبل أيام تم حرق القرآن الكريم، المصحف الشريف، تم حرق المصحف الشريف في أفغانستان، والقضية معروفة انعكست في الإعلام الغربي وغيره. قبل سنوات الدنيا عندنا تقوم ولا تقعد، في الكتابات الصحفية، في المظاهرات، في الاحتجاجات، في الحراك السياسي إلى آخره. اليوم نشوف صمت مطبق عندنا في الكويت. نفس أولئك الذين كانوا يثيرون كل الأجواء عندنا في هذا البلد في مثل هذه القضية، اليوم نجدهم لا يحركون ساكناً في هذا الإطار، لا بكتابة ولا باستنكار ببيان ولا بخروج في مظاهرة ولا غير ذلك. ما الذي تغير؟ الذي تغير هو أنه هناك كان في حاجة لتوظيف تلك القضية في المسار السياسي المعين لإثبات قوة أو استعراض عضلات. اليوم
اليوم تغير الأمر، ما هم بحاجة إلى مثل هذا الاستعراض للقوة، وبالتالي أجندتهم ممتلئة بالقضايا المختلفة، وبالتالي لهم حضورهم القوي في الساحة، فلماذا يثيرون هذه القضية؟ ولو أحرق 1000 مصحف اليوم لا تتحرك شعرة عندهم. لماذا؟ لأن المسألة عند هؤلاء هي مسألة مصالح، فإذا كانت المصلحة السياسية تقتضي أن يتحركوا في هذا الإطار تجد العناوين الكبرى الإيمانية تطرح، ولكن إذا كانت مصالحهم لا تقتضي ذلك فهم يهمشون المسألة أو يتجاوزونها وكأن شيئاً لم يحدث. هل هذه هي نصرة الله عز وجل النصرة التي ذكرت في القرآن الكريم أو في كلمة أمير المؤمنين علي عليه السلام؟ ولذا نقول بأن الإمام عليه السلام عندما تحدث عن نصرة الله في القلب يقصد النصرة في المواقع التي يعجز فيها الإنسان، لا تكون فيها الظروف مواتية للإنسان بحيث أن ينصر باليد أو ينصر باللسان بالأساليب المختلفة. والنصرة باليد لا تعني التخريب والاعتداء على الآخرين والاعتداء على الضعفاء وغير ذلك، مو هذا العنوان. التغيير باليد بمعنى التغيير الفاعل المتحرك مع مراعاة الحكمة والموعظة الحسنة إلى آخره. وبالتالي عندما يكون الإنسان عاجزاً عن النصرة باليد وباللسان يتحرك من خلال تتحرك مشاعره ويتحرك عقله في النصرة الداخلية، بمعنى أن يكون عنده من الداخل رغبة وشعور وتحرك بحيث يريد أن يفعل شيئاً، ولكن في هذا الظرف هو عاجز عن فعل شيء. هذه الصورة نجدها في القرآن الكريم ممدوحة في سورة التوبة في أجواء غزوة تبوك. مجموعة من المؤمنين المخلصين من الفقراء الذين أرادوا أن يصاحبوا المسلمين والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله في تحركه إلى خارج المدينة في مسافة بعيدة جداً في موسم حار جداً في عز الصيف أن يتحركوا لقتال الروم، لكنهم لفقرهم لم يجدوا وسيلة نقل، أو كانوا من الضعفاء بدنياً أو غير ذلك، من ذوي الأعذار. هؤلاء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وطلبوا منه مساعدته لكي يوفر لهم وسيلة النقل لينتقلوا، ولكن يبدو أن يعني الظروف ما كانت تسمح. هنا لاحظ المشاعر شلون تتحرك، هذا اللي عنده من الداخل نصرة حقيقية لله عز وجل، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، هؤلاء الله عذرهم إنهم ما يخرجون للقتال. إذا نصحوا لله ورسوله، يعني إذا كانوا صادقين في أعذارهم، ما على المحسنين من سبيل، هؤلاء لا يعاقبون، هؤلاء لا يؤاخذهم الله عز وجل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك، شوف الصورة، لتحملهم لتوفر لهم وسيلة النقل قلت لا أجد ما أحملكم عليه، شنو صورتهم؟ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون. هذه النصرة بالقلب تتحقق في مثل هذه الصورة، هذه النصرة الحقيقية التي تحدث عنها أمير المؤمنين عليه السلام. وبالتالي قدم لنا الإمام زين العابدين عليه السلام الصورة المشرقة لذلك الإنسان المسلم، الإنسان المؤمن، الإنسان الذي يريد دائماً أن يكون في مواقع نصرة الله عز وجل، من خلال كلمات رائعة قدمها لنا في الصحيفة السجادية في صورة ابتهال. قال عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله، ووفقنا في يومنا هذا وليلتنا هذه وفي جميع أيامنا لاستعمال الخير وهجران الشر وشكر النعم واتباع السنن ومجانبة البدع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وحياطة الإسلام وانتقاص الباطل وإذلاله ونصرة الحق وإعزازه وإرشاد الضال ومعاونة الضعيف وإدراك اللهيف. اللهم صل على محمد وآله. واجعله أيمن يوم عهدناه وأفضل صاحب صحبناه وخير وقت ظللنا فيه، واجعلنا من أرضى من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك، وأشكرهم لما أوليت من نعمك وأقومهم بما شرعت من شرائعك وأوقفهم عما حذرت من نهيك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.